أهلا بكم يا أصدقائي، السلسلة الجديدة أفكار افتتاحيات الشطرنج. كتب الشطرنج كتيرة ومتعددة، والكثير من الخبراء كتبوا عن الافتتاحيات، وتم تقسيمها حسب النقلة الأولى إلى افتتاحيات بدأ الملك أو افتتاحيات بدأ الوزير. والحقيقة الافتتاحيات مليئة بالتفريعات ومليئة بالتشعبات اللي ممكن يحتار فيها الكثير مننا، ولكن لو احنا عرفنا افكار الافتتاحيات بصفة عامة ومبادئ الافتتاحيات، وكمان عرفنا الفكرة وراء افتتاح معين، ده هيسهل لنا نص المهمة في دراسة الافتتاحيات. ومن هنا جاءت فكرة السلسلة باني اقدم المكتوب في الكتب بطريقة مبتكرة، انها بتقدم فكرة مركزة عن كل افتتاح ومجموعة من التفريعات اللي بتكفي اللاعب المتوسط ان يبدأ بيها الدور ويعبر بسلام مرحلة الافتتاح. فيديو رقم 4 هنستكمل فيه الطابق الهادي اللي بيبدأ بعد النقلات بيشوب سي 4 بيشوب سي 5. في الجزء الأول من الطابق الهادي اللي بيبدأ بـ E4 E5 Knight F3 Knight C6 بيشوب B4 بيشوب C5، الأبيض كان بيلعب C3 على أساس إن يلعب الـ D4 ويهدد البيضة E5، والأسود كان مضطر إن يكسر E takes الـ G4 علشان بيضة الـ G4 بيهدد أيضا الفيل اللي على الـ C5. وشفنا إن الأسود بيعتمد استراتيجيتين، الاستراتيجية الأولى هي الهجوم المضاد بإنه يلعب Knight F6 وبيهدد بيضة الـ E4، لكن الابيض برضه بيرد بالدي 4، او ان الاسود كان بيعتمد استراتيجيه النقطه القويه وبيحمي بيضه الاي 5 بانه بيلعب الدي 6. وهنا الابيض لما بيلعب الدي 4 الاسود هنا مش مضطر ان ياخد على المربع دي 4، انها ممكن يلعب بيشوب بي 6، لكن لقينا ان النقله دي نقله سيئه لان الابيض بيكمل دي اي 5 دي اي 5، وهنا الابيض بيلعب كوين تيكس جي 8 تشيك، واذا الملك اخذ الوزير بيترك حمايه بيضه الاف 7 والفيل بياخده، او اذا اخذ الوزير بالحصان بيترك حمايه بيضه الاي 5 والابيض بياخده، ولذلك في هذا التفريع الاسود بيخسر بيضه. وبالطبع الاسود لو حاول يتشبث بالبيضه اللي هو على الاي 5 ولعب نقله زي اف 6، النقله دي بتكون غير طبيعيه لأنها بتحرم الحصان من أفضل مربع ممكن إن هو يحتله، وإذا أيضا حمى بيضة الـ E5 بالنقلة بيشوب D6 دي برضو تبقى نقلة غير طبيعية لأنها بتعوق انتشار فيل المربعات البيضاء، ولذلك الأسود وجد إن أفضل رد على النقلة C3 والتهديد D4 بإنه يلعب أولا بيشوب B6، الخط الرئيسي بيشوب B6. الأسود بيرد على النقلة C3 بالتهديد D4 بإن يلعب بيشوب B6، ودلوقتي لما الأبيض بيلعب الD4 ما بيكونش مهدد الفيل، والأسود مش مضطر إن يكسر على المربع D4، إنما عنده أكتر من بديل، والبديل الأول للأسود إن يلعب كوين E7 بيحمي بيضة الـ E5. ودلوقتي لو الابيض حاول يتخلص من بيضه الاي 5 الاسود ولعب دي تيكس اي 5 بيعرض نفسه ايضا لهجوم على الملك، وتعال نشوف التفريع التالي النموذجي، نايت تيكس اي 5 نايت تيكس اي 5 كوين تيكس اي 5 كسل. دلوقتي طبعا الاسود ما يقدرش ياخد البيضه والا الابيض هيلعب روك اي 1، ولذلك الاسود بيكمل بنايت اف 6 عاوز بيضه الاي 4 كوين اي 2 بيحمي البيضة دي 6 نايت دي 2 كاسل نايت اف 3 عاوز الوزير كوين اتش 5، ودلوقتي الاسود بيهدد ببيشوب جي 4 بهجوم على الملك الابيض، ولذلك الابيض بعد لعب الاسود كوين اي 7 مش هيقدر فورا ان هو يتخلص من البيضة، انما عليه انه يؤسس استراتيجية تعتمد على فكرة من الفكرتين التاليتين. الفكرة الأولى إن هو يحاول يضعف دفاعات الأسود عن بيضة الـ E5 على أمل إن الأسود يضطر في النهاية إلى تكسير بيضة الـ E5 بنفسه،
او الفكرة التانية ان هو يناور بحصانه لحد ما يصل ان يضع احد الاحصنة على المربع F5 او على المربع D5 المحمي بيدا E4. ولكن الفكرة التانية اللي هي مناورة بالحصان بتكون اكثر صعوبة لان بيادق وسط الابيض هتتعرض باستمرار للخطر. ولذلك فان الفكرة الاولى اللي هي تقويض دفاعات الاسود عن بيدا E5 بتكون هي الفكرة الافضل والمناسبة في الحقيقة. مع الوضع في الاعتبار ان بعد اجبار الاسود على تكسير بدءه E5 بتأتي فكرة المناورة بالحصان الى الصدارة مرة اخرى، لان الابيض في هذه الحالة بيكون اتخلص من الخطورة على بيادق الوسط. ودلوقتي تعال نشوف احد التفريعات النموذجية اللي بتبدأ بعد الاسود ما بيرد بكوين E7. الابيض في التفريع ده هيحاول يهاجم القطعة السوداء اللي بتحمي بيدق E5، واسهل هذه القطع في المهاجمة هو حصان C6. وتعال نشوف الابيض هيناور ازاي عشان يوصل لتنفيذ فكرته في هذا التفريع المثالي النموذجي. الابيض بيبدأ بكسل، بالطبع الابيض لازم ينتهي من التعبئة اولا، وده مبدأ اساسي. والاسود برضو بيكمل نايت F6 عاوز بيدق E4 روك E1. الابيض في كل الاحوال لازم يحمي البيدق، والاسود بيكمل D6 A4، والاسود بيدافع B6 H3. الابيض مش في عجلة من امره وبيلعب H3 علشان يمنع الفيل من الوصول للمربع G4 وربط الحصان على الوزير، لان الربط ده هيسبب له الكثير من الازعاج. والاسود بيكمل كسل، والابيض هنا بيبتدي في تنفيذ خطته وبيكمل B4 H6 بيشوب A3. دلوقتي الابيض عاوز يلعب B5 ويهاجم حصان C6، ولما الحصان يتراجع يقدر ياخد بامان على المربع E5. لاحظ ان بيدق D6 هيبقى مربوط على الوزير امام الفيل، والاسود مضطر ان يكمل بنايت D7 علشان يتمسك بيدق E5. والابيض بيكمل B5 نايت B8 نايت B2. بيتحول الابيض الى الفكرة التانية وهي وضع حصانه على احد المربعين القويين F5 او D5. والاسود عليه ان يدبر الاحتفاظ ببيدق الاي، وده ساعات بيكون على حساب اعاقة تعبئة فيل المربعات البيضاء، ولذلك الابيض في هذا الموقف له افضلية قليلة. ودلوقتي وقبل ما ننهي رحلتنا مع الطابق الهادي، عاوزين نقول ان الابيض بعد ما يلعب C3 بالتهديد D4، الاسود عنده تفريعين رئيسيين، يا اما تفريع الهجوم المضاد اللي بيبدأ بنايت F6 عاوز بيدق E4، والتفريع ده بيتميز بالمرونة والضربات التكتيكية، او ممكن الاسود يلعب D6 وده بيسموه استراتيجية النقطة القوية، وده بيدي مواقف غير مرنة ولكنها صلبة وبتتميز بالرؤية الاستراتيجية. وبالطبع لاعب الاسود له الاختيار بين الطريقتين. ودلوقتي نوصل للتفريع الاخير في الطابق الهادي اللي الابيض فيه ما بيعتمدش ان يحط بيدق في المربع D4، وبالتالي مش بيلعب C3 علشان يلعب D4، وبدلا من لعب C3 بيلعب D3. الابيض بيأخر لعب D4 وما بيلعبش C3 عشان يلعب D4، انما بيكتفي بلعب D3 وبيأجل لعب D4 فيما بعد. والتفريع ده اسمه تفريع كانال او تفريع 3D3، وبذلك بيأخر لعبه للنقلة D4 للحظة المناسبة فيما بعد. وتعال نشوف احد التفريعات النموذجية من هذا الخط. الاسود بيكمل نايت F6 وبيرد الابيض نايت C3 D6 بيشوب G5. الابيض بيربط الحصان على الوزير، وهنا رد الاسود المعتاد هو H6، وده بيكون الخط الرئيسي. انما على اي حال الاسود بدل ما يلعب H6 ممكن يلعب ايضا بيشوب E6 ويهدد بتكسير فيل المربعات البيضاء، او ممكن يلعب نايت A5
وبيطارد فيه المربعات البيضاء ايضا. انما على اي حال رد الاسود الرئيسي هو H6، وافضل رد للابيض هنا هي بيشوب تيكس F6. والنقلة دي نقلة قوية وحنعرف مغزاها فيما بعد. على اي حال الاسود بيكمل كوين تيكس F6 نايت D5، عاوز الوزير وعاوز بيدا C7، وهنا الوزير لازم يتراجع الى D8، وهنا الابيض بيلعب C3 وبيهدد ان يلعب D4. ومن هنا تتضح لنا فكرة الابيض في لعب D3 اولا، لانه بيعبق فيه C1 وبيتخلص من الحصان اللي على F6، وفي النهاية الابيض هينجح في انه يكله بيدقين في الوسط، بيدق على D4 وبيدق على E4. ولكن وعلى اي حال امام ميزة ان الابيض هيحتفظ ببدائين في الوسط، فان الاسود احتفظ بميزة زوج الافيال، ولذلك الاسود هيعتمد سياسة التكسير حتى يتخلص من اكبر عدد من القطع عشان يقلل من ميزة وجود بدائين للابيض في الوسط. وبالتالي افضل نقلات الاسود هي نايت E7 عشان يتخلص من حصان الابيض، او نايت A5 عشان يتخلص من فيل الابيض. ولكن الاسود لازم يكون حذر اثناء تنفيذه هذه الاستراتيجية حتى لا يقع ضحية لبعض الافخاخ التكتيكية. وبدراستنا لهذا التفريع الاخير نكون انتهينا من دراسة الطابق الهادي، وفي الفيديو القادم هنشوف افتتاح مقارب للطابق الهادي. ولكن في هذا الموقف الاسود ما بيكملش البيشوب C5، انما بيلعب نايت F6، وهنا بنخش في افتتاح جديد اسمه دفاع الفرسين. ولكن ده هيكون موضوعنا في الفيديو القادم. الى اللقاء.